مباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين ننتظر فيها الكثير من الإثارة، ننتظر فيها الكثير من الأهداف، وننتظر فيها الكثير. رائع في بداية هذه المباراة، ثم الانطلاقة على الجهة اليمنى كيكانا والعرضية خطيرة داخل على يسار الحارس زغبة من أجل تقديم مباراة كبيرة. ومن أطم بشكل رائع إلى ياسين، ياسين ياسين الآن في منتصف الميدان، إبراهيمي بشكل رائع يغطي الكرة، ياسين هذا المكسب، تمريرة بينية خطيرة، أوه تمريرة الفنان والرائع ياسين إبراهيمي. أمين عمورة كان قريبا، ركزوا جيدا في ياسين، التمريرة البينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة في منتصف الميدان، ضاعت هذه الكرة حذارية ياسين لمصلحة العناصر الجنوب إفريقية، التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب إفريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ قد بيتكوفيتش بهذا الشكل، طبعا لإعطاء ما يبحث عنه المنتخب الوطني، منتخب يبقي دائما. تيو ماكوانا على الجهة اليمنى، الانطلاقة السريعة لتيم بازواني، حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية، في منتهى الروعة، في منتهى الروعة، منتخب قوي، وقلنا بأنه منتخب. لحظة مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة التونسي أمير نصيف نهاية مجريات شوط المباراة الأول. الجنوب إفريقي القوي جدا مثل ما تحدث زملائنا محللي التلفزيون الجزائري، الفريقان الجنوب إفريقيان المعروفان بتطبيق الكرة السريعة، بينما قطعت هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشيب، الغزال الأسمر يعود، يستغلها المنتخب الجزائري ويجد إبراهيمي المساحة اللازمة للتسجيل بعد تمريرة، أن يكون في مكان حسام الدين عوار ويمكن في مكان بنزية رغم أنه لعب مباراة كبيرة. كرة على جهة اليمنى جنوب إفريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب إفريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة كرة، وسجل ثالث أهداف منتخب جنوب إفريقيا في هذه المباراة. كرة في منتصف الميدان، رامز الروقي، ياسين بنزية بشكل رائع إلى الجهة اليمنى، وصلت لعناصرنا الوطنية، والانطلاقة تأتينا من قندوسي، تمريرة بينية باتجاه بقرار، منصف بقرار يحاول المرور بشكل رائع، بقرار بنزية سلام، يا سلام يا سلام يا سلام على أقدام بنزية التي تكلمت، إبداع خيالية، ياسين بنزية يوقع الثلاثي في منتصف الميدان. رايان عيد نوري، سعيد بن رحمة، التمريرة البينية الآن من بن رحمة إلى عيد نوري، تمريرة بينية أخرى صعبة صعبة صعبة، خطيرة يا سيامدا، رائع مدني بالرأس في الكرات العالية، يتفوق باتجاه بقرار، مرة بقرار، انطلق الخطير، هي يا بقرار، هي هي يا بقرار باتجاه قندوسي، يمر قندوسي بشكل مميز باتجاه بن رحمة، المساندة تأتي على الجهة اليسرى لرايان عيد نوري، تمريرة بينية، هي في الشباك، لا 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 لا، ضاعت حتى هذه الكرة مع قندوسي، ياسر سدد بالشكل اللازم هنا أمام الحارس ويليامز، ولكن الكرة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني. هكذا تحسن منصب يلعب فيه من خلال المباريات القادمة الرسمية، بينما التحضير والتسديدة قوية، مروعك يا زغبة، مروعك يا ابن المسيلة في التغطية هنا والتألق وإبادة رائع، لعبت وحضر اللاعب الخطير جدا مارغومان، والتسديدة جاءت من صاحب الخبرة في منتصف الميدان.